السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ مع قناة فن الرسم حاتم المصري. النهارده ان شاء الله هنرسم بورتريه بطريقة مربعات ومستطيلات، طريقة جديدة عليا وعليكم وربنا يوفقنا فيها وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. وشكرا جدا على تعليقاتكم على رسمة المنظر الطبيعي، بشكركم جدا جدا جدا، والحمد لله انه عجبكم، كويس انه عجبكم. والنهارده حلقه عن بورتريه، هنعمل بورتريه بطريقه مربعات ومستطيلات. واهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل الفيديو لاكبر كم من الناس تشوفه وتتعلم الطريقه السهله ديت. ويلا بينا. نبدا النهاردة حلقتنا بالشكر لكم جدا على كل التعليقات بتاعتكم على المنظر الطبيعي. والنهاردة ان شاء الله هنرسم بورتريه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مربعات ومستطيلات هتشوفوها معانا وهتحبوها وربنا يسهل ان شاء الله وتعجبكم. ويلا بينا. اول حاجة يا جماعة بنعمل حاجة واحدة، انا عملت شكل مستطيل كده خلي بالكم يا جماعة، أنا برسم بطريقة واحدة بس، برسم بطريقة واحدة إن أنا أعلم الناس إزاي يعملوا بورتريه. أول حاجة عملت مستطيل، المستطيل ده على مقاس البورتريه اللي أنا هعمله كده. لو أنا خدت خط من المستطيل ده كده ونزلت بيه لتحت ونزلت بالمستطيل ده لحد تحت، كده لأي مكان أنا عاوز أنزله لحد الورق آخر الورقة. عملت المستطيل ده وعملت خطين من أول المستطيل لآخر المستطيل. طيب هاجي آخد مستطيل تاني بحيث إن أنا آخد مسافة هنا قد هنا واعمل في النص نقطة. يعني انا دلوقتي بعمل مستطيل، انا هاخد نص المستطيل ده نقطة، النقطة دي هاخدها كده في نصها في ربعها، خدت نص في نص، دي المسافة دي لازم تبقى قد دي اهي بالنظر وبالعين، دي قد دي، ادي النص زي ما انتم شايفين اهو، النص اهو بالظبط، ده قد ده. باخد نص دي كده واخد اهو، واخد نص دي كده واخد هنا نص دي، خدها نص واخد دي نص، اصبح عندي هنا في نص وربعين، نص وربعين. الربع ده بنزل بيه كده تحت مستطيل تاني تحت، والربع ده بنزل بيه مستطيل تاني تحت. انزل بيه زي ما انا عاوز، اهم حاجة مقفلوش، خليكم معايا عشان اللي انا بقوله ده لازم تمشوا معايا عليه، اهم حاجة مقفلوش. وانا قلتها قبل كده كتير، انا بعلم طريقة رسم بس، ما برسمش بورتريه. انا لو هرسم بورتريه انت شفت صوري عاملة ازاي، بس انا بعلمكم طريقة ازاي اوصل لبورتريه بطريقة معينة، بطريقة سهلة وبسيطة. ازاي اوصل لواحد لسه بيتعلم بورتريه ازاي يرسم البورتريه، يجيبه ازاي. خدنا مستطيل، خدنا هنا
وهنا نص دي نص المسافه، خدنا نص المسافه دي خدناها نص، بعد كده خدنا الربع في الربع وخدت مستطيل تاني ما قفلتوش ماشي. وبعد كده هنا لحد هنا هعمل ثلاث مربعات، مربع وادي مربع وادي مربع ماشي. بعد كده هعمل مستطيل تاني، لا مربع بس ده مستطيل وده مربع، عملت هنا مستطيل وهنا مستطيل وده مستطيل. في المستطيل ده هاخد منه ربعه التاني، عملت بقى مربع عملت ربعه التاني، سبت المسافة دي وسبت المسافة دي. هنا في الربع ده هعمل دايرة صغيرة بسيطة كده وخفيفة، وهنا في الربع ده هعمل دايرة صغيرة وبسيطة كده وخفيفة برضه، واخد خط في وسط الدايرة اقسمه نصين قسمت الدايرة دي والدايرة دي نصين. هنا هعمل دايرة على الخط ده، يبقى الخط ده في نص الدايرة، واخد دايرة جواها هنا واخد دايرة جواها هنا، انا هكبر الشكل عشان تشوفوه عامل ازاي معايا اهو. وهنا خط منه مربع، مربع لا مستطيل، هيبقى مستطيل كده وكده. اجي بقى امسح دي وامسح دي وامسح دي وامسح دي. انا كده خلصت الشكل بتاعي معايا كده ماشي. تحت المستطيل ده في دايرة، بس كده انا وصلت الدايرة معايا لحد دلوقتي كده كويس، سهلة جدا مفيش مشاكل خالص. انا بعمل لعبة، لعبة لا خابت لا صابت، لا احنا هتصيب معانا لان احنا قناتنا ما بتخيبش. هنا يا جماعة هنعمل حاجة واحدة، هاخد العين بتاعتي التلتين بتوع الدايرة والتلت الاخير ده للخط اللي فوق الدايرة، وهنا التلتين بتوع الدايرة والخط الاخير بتاع الدايرة الخط اللي فوق، واجي اعمل نين العين واجي منه قناة دمعية وانزل تحتيها بخط. وهنا قناة دمعية وانزل تحتيها بخط. معايا كده بس عشان دي تتظبط معايا. وهنا اخد دي وانزل بالدوران بتاع تحت. خلاص كده هنا اخد واحد مربع وهنا واحد مايل، ياخد الخط ده ويطلع كده وانزل بيه بخطين وانزل بيه بخطين
هنا اخد العلامة بتاعتي من اول الحرف ده وانزل بيها في نص الدايرة دي واطلع بيها لفوق كده فتحة الانف بتاعتي واخد من هنا واطلع فوق لحد الخط اللي انا عامله ده وهنا نفس الطريقة اهي حد هنا واخد علامة فتحة الانف بتاعتي واخد من تحتها خط واطلع بيها لحد خط ايه هنا ده كده معايا انا عملت دايرة هنا اخد هنا السبعة بتاعتي وانزل بيها كده على اول المستطيل بتاعي على اول المستطيل بتاعي اشوف نني العين فين نني العين اهو بدايته فين كده من الخط هنا نني العين هنا بالخط هنا بنفس الاسلوب ده كده وهنا اخد بقى شفايف كبيره شويه كده من اول الخط اللي تحت ده كده خط ايه المستطيل بتاعي اللي انا عامله من تحت والدايره الفها الفها عشان تاخد مسافه بالظبط واطلع بيها امسك بيها الخط اللي فين اللي هو اول الانف اللي هو اول الانف واطلع فين لفوق حد الحاجب وهنا الحاجب كده انا عملت الحاجبين والشكل بتاعي وصلت للهدف اللي انا عاوزه عاوز ارفع الفم شوية لفوق عاوز ارفع الانف شوية لفوق براحتي بمزاجي وكل حاجة اهم حاجة الخطوات اللي انا عملتها اول حاجة بنيتها مستطيل وبعد كده في مستطيل هسهلها لكم قوي عملت اتنين مستطيل المستطيل ده قسمته نصين هسهلها لكم على الاخر خدت المستطيل ده مربع في مربع وخدت منه مستطيل لتحت يبقى عملت منه مربع في مربع مربع في مربع كده زي ما انتم شايفين اهو في مستطيل لتحت خدت منه دايرة عملت الدايرة من نصين خدت منه شكل الفم بالمستطيل اللي هو احنا عاملينه تحت وقفلت كل خطوطي بخطوطها زي ما انتم شايفين وخدت من هنا خط صغير خط كده وخط كده وخدت دايرة تحت الفم ودخلت بالوش زي ما انتم شايفين كده سهلة جدا 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 وسهلة بسيطة جدا 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 وانا عاوز بقى ايه اشيل ده كله وابدا اشتغل على رسمتي لا اعمل الاول الاذن الاذن الاول هي بتمسك من هنا لحد هنا من اول الحاجب لحد الانف خط الانف ادي الاذن ادي الاذن بتاعتي وادي الاذن بتاعتي كده انا وصلت لايه للرسمه اللي انا عاوزها هنا خدت من نص الحاجب فوق علامه كده من نص الحاجب خدت واحد كده وده ظللته كده وده ظللته كده بقى الرقبه بتاعتي عندي وهنا اخد الشعر بتاعي اللي هو جاي من النص هنا واطلع بيه كده واخد الشعر بتاعي زي ما انا عاوز برضو كده هنزل بيه تحت من هنا هنزل بيه تحت كده انا عملت ايه الشعر اهو
كده كده اهو، وهنا يبقى انا كده ظللت المكان ده كده. عاوز اظلل البورتريه بتاعي اظلله، بس هي دي الطريقه بتاعتي اللي انا هعلمها لكم واللي انا علمتها لكم النهارده في حلقتنا. هي حلقه سهله وبسيطه، ويا ريت نبقى خدنا شكل حاجه فيها، اي شكل احنا طلبناه وعاوزناه وعاوزين نعمله بنعمله بسهوله ويسر، يسر جدا 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 جدا. وانا معاكم قلبا وقالبا لاي شكل من الاشكال اللي انتوا عاوزين تعملوه، انا معاكم في اي وقت، اي وقت انا معاكم اللي انتوا عاوزينه، انا تحت امركم في اي حاجه. واحنا كده كده زي ما انتوا شايفين اهو بنلخبط الشكل بتاعنا عشان نظبطه، زي ما انتوا شايفين اهو كده اهو. لو انا عملت دي كده 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 كده، انا عملت خطوط اهي اهي، رسمت بورتريه قليل، افكاره قليله جدا، ما فيهوش مشاكل خالص، زي ما انا عاوز، زي ما انا عاوز، عملت اللي انا عاوزه. زي ما انتم شايفين رسمه سهله جدا جدا جدا، ويا ريت تشاركونا بتعليقاتكم، واهم حاجه عندي كومنتات بتاعتكم. ان شاء الله هتتابعونا في اللايف بتاع النهارده الساعه 7:30 باذن الله، هيبقى اللايف بتاعنا هيجاوب على كل اسئلتكم وكل حاجاتكم اللي انتم عاوزينها، واي حاجه انتم عاوزين تعرفوها هتعرفوها من اللايف بتاع النهارده. واللايكات بقى والاعجابات بقى ان شاء الله باذن الله الاقيكم معايا زي ما انتم معايا دايما على طول بكومنتاتكم الجميله الرائعه اللي انا بحبها جدا 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 وبعزها جدا 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 منكم. ان شاء الله باذن الله هيعجبكم اللايف باذن الله باسئلتكم، هيبقى جميل جميل جدا. هيبقى اللايف النهارده ان شاء الله الساعه 7:30 مساء. يا ريت تتابعونا عشان تشوفوا كل جديد مع اللايف اللي احنا هنعمله ان شاء الله النهارده. انا اجي امسح بقى خطوطي اللي انا عاوزها كده، ولو عاوز اكمل الشكل بتاعي اكمل الشكل بتاعي بقلم اتقل شويه، اخد العين بتاعتي كده، واخد العين بتاعتي. انا ببين لكم شكل شكل عادي انا رسمته عشان اعرفكم ازاي ان احنا من كل حاجه بنعرف نشكلها دوائر. هنشكل دوائر، اي حاجة احنا هنشكلها متعودين على طول معاكم ان احنا نشكل اي حاجة دوائر، نشكلها مستطيلات، نشكلها مربعات، نشكلها زي ما احنا عاوزين في اي وقت وفي اي وقت. اللي انا كنت بعمله ده كده مش عاجبني عشان الشكل بيبقى طويل شوية، فانا هحاول اصغر الحاجة. انا كنت بكبرها عشانكم عشان بس يبقى الشكل احسن واحسن. انا لما احب ارسم ارسم زي ما انتم شايفين، انا وريتكم ازاي الطريقه هنشتغل بيها. اهم حاجه ان انا وريتكم ازاي اشتغل بالطريقه بتاعتي اللي انتم عاوزينها واللي انا علمتها لكم دلوقتي، مربعات والمستطيلات والمثلثات بتاعتي اللي انا عاملها.
انا هنا بحاول اخلص الشخصية من الكاركتر اللي كنا عاملينه عشان اعلمكم في الاول، وابدأ ان انا اشتغل زي ما انا عاوز وزي ما انتوا حابين ان احنا بنرسم ازاي. بس احنا قلنا اعلمكم ازاي نرسم مربعات ومستطيلات، ونشتغل على الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وصلنا بالشكل اللي انتوا عايزينه، ونمسح بقى ايه اللي احنا كنا عاملينه في الاول عشان اوصل لكم فكرة ومعلومة تسعدوا بيها وتقدروا تعملوا بيها اللي انتوا عاوزينه. واجي هنا بالقلم الاتش بي ده، اخد دي كده اهم حاجه يا جماعه في الافكار الجديده اللي احنا بنشتغل بيها، ان انا بفكر لكم في فكره عشان اسهل لكم موضوع البورتريه، عشان تعرفوا ان البورتريه مش صعب خالص، هو سهل جدا، وباي فكره وافكارنا احنا نقدر نرسمه بسهوله ويسر. اقدر ان انا اخلي البورتريه طويل، ممكن اخليه قصير على حسب ما انا عاوز. انا اللي بوصل البورتريه للشكل بتاعه، مش القلم هو اللي بيوصل البورتريه لشكل، او فنان بيوصل البورتريه لشكل. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. انا بوصل لكم معلومه ازاي تقدروا ترسموا بورتريه بطريقه بسيطه، وانت بقى تكمل. يعني ايه تكمل؟ يعني تاخد الفكره وتبدا تشتغل بيها، مش اكتر من كده. انا بوصل فكره وانت بتشتغل بيها بالفكره اللي انت بتاخدها مني انا. اهم حاجه الفكره بتاعتي وانت بتشتغل عليها، انت بتقوم فكرتك، فكرتي انا بيك انت، بتخيلاتك انت مش بتخيلات انا. انا بعمل رسمه بقول لك اعمل دي، انت بتشتغل عليها. انا اداه اوصل لك معلومه وانت تشتغل على المعلومه وتحسن من مستواك. انا بوصلك لفكره ان انت ازاي تعمل بورتريه، انت بقى بمجهودك بتعرف تعمله ازاي، في طريقه كذا وفي طريقه كذا وطريقه كذا. انا بقى بعلمك الطرق دي، انت بترسم بقى بنفسك. ولو عاوزنا نقيم رسمتك ابعتها لي على الواتس اللي موجود في المنتدى بتاعي، منتدى القناة. ابعت لي على الواتس اللي عنوانه موجود على القناة على المنتدى، ولو عاوزه ابعت لي في الكومنت ان انا عاوز الواتس بتاعك، ابعت لك الواتس بتاعي الخاص اللي انت تقدر تبعت لي بيه الصور اللي انت عاوز تقيمها اللي انت عملتها، او اللي انت عاوز تعرف حلوه ولا لا. انا اعرفك هي ازاي حلوه ولا مش حلوه، واقول لك ازاي تقيمها وتقيمها ازاي وتوصلها لحد فين وتوصلها لحد فين. انا هنا بوصل لك فكره ومعلومه، مش عايز حد يزهق مني، لان انا شغلتي ان انا اوصل لك معلومه. يعني انا اتكلم كتير عشان تفهم معايا كل اللي انا عاوز اوصله لك. حلقتنا مع قناه فن الرسم حاتم المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.